David. David. David, 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 David. David. لك شو بك؟ لك شايف هيدا اللي وراك هونيك ما تطلع شايفه؟ طلع طلع ما تطلعش بس شايفه هيدا اللي وراك. جابي كيف بدي شوفه وما اطلع بس فهمني ما بدناش نعطيه أهمية يعني عرفت كيف؟ خلص بسرقة سرقة بس لبص عليه إيه جارب جارب ليك طلع عليه زي ايه إيه شفته هيدا؟ إيه شفته شو اسمه؟ هيدا عادل عيط طلع؟ لا كم قل له ما حدش عيط لك ما حدش عيط لك قل له انت انا مش عم بحكي معه ما تزعل انا بيقول له قال ما حدا عيط لك يا خي إيه. انا سمعته على عادل إيه سمعك كثير غلط انه سمعك غلط شو مثل الخلط شو سمعه كثير غلط إيه. خلص قال سمعك كثير غلط وما تعاطش معنا وما تتعاطى معنا هلا كل كلمه بدي اقول له ليها انا اقول لك لا خلص شو بدك ما تعاطش معنا اسم الله عليك وعليه إيه. الله خلي لك اصحابك جداد يا بخشاني عم يسبك شو سبك سبك ليش شو قال قال يا بخشينه لك هيدي عائلتي يا دافيد انا بيت بخشينه شو بيت بعدك ما بتعرفش هالشيء ما بتعرفش بيت بخشينه لك ايه من زمان وجاي معقول ما بتعرف لعائلتي عم شو هالعائله خلص جرسنا قدام العائله محمد بخشينه طيب مثل مثل هالعيال هلا طيب خلص ما تعطش معه خلص ما راح احكي معه بخشينه سنقف والسنقوف اللئيمه من زمان من راس السنه هلا ولا كلمه ولا حكيت معه لو ما هلا عم يتحركش فيه انا مش ليه هالقد قوي يعني الخلاف هالقد قوي بده يفوت بينه وبين صاحبته دومينيكا قال طلع مع اي مع الحق لها شو قايم شو؟ اي من الحق معها هو لها وقف معها هو هو وقف معها بالحق ضدي لحظة ايه قولوا على مهلك شوي لحد تاني ما ينفهموا غلط بليلة راس السنة هو صف معها لإلها ايه لا ده دومينيك صاحبته اوكي لأنه هو بدنا نسهر أنا كان بدي طلعها على راس السنة إنه ظهرها ايه صار بقى تظهر هي قلت له لا أنا بفوتي بتلعنا على البيت ليش لأنه بيي مش بالبيت اوكي وظبطت حيلي وحلقت كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء قلت لي هاون 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 ولا وبر عم بقول لك ما خليتش ليك هاون ايه كله كله حلقت ما خليتش ولا مطرح ضل في هدول بس هيك طيب وظبطت حيلي وحطيت الكوت شو الكوتيون هي بتحب الكوتيون كثير ايوه عملت لك كوتيون بشكل ايه وجهزت الارميس ما هي بتحب الارميس هيدي البارفان ارميس بتلاقي هدية انا طيب تفضل وظبطت الفاروج والفروج وكل شيء ايه واذا دقت لي ايش بعد ظهر لبرا قلت له جوا اجي لبرا قلت له جوا برا قالت لي معك ربع ساعه جاي لعندك جاي ظهرك برات البيت قلت له ابدا ايش انا انت بدي جاي ظهرك برات البيت جرسنا العرض تفضل ايه اجيت اجى نص ليل كنا بالسياره ايوه اول عملنا بالسياره برمي يحرق ايه وفتحت القنين الشامبانيا طيب طعميتها واحد شاورما وصلهم ببعضهم يا جابي وصلهم وزوم مع شو هو ساندويتش زوم كتير آه هاي طيب. والمهم هون بهالوقت شو بتجي صاحبتها جينا بتكون قاطعة قدام السيارة قلت لها هاي جينا قلت ليش بتقلها هاي جينا قلت لها شو بدي قلها لكن اسمها جينا وقلت لها هاي جينا قلت عم تحركش فيها قلت لها هاي جينا قلت لها شو هاي جينا قلت لها هاي جينا طيب 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 وبمرقة عادي اللي خبرني الخبرية قال لي لا معها حق هي معها حق هي قال له ما خصكش مرت عاطة معي مش عم بحكي معك لا معي حق أنا مش هي لا معها حق لجينا خلص هو معه حق خلص تركه يا خيي الله يخليه دبيد دبيد أتتعاطش معه لو بتضلك نهلا بكرة هيك بتضل يتشارع خلص ماشي خلص حق. ما تعمل شو عم تعمل انت هون عم بعمل هذا البيت تبع الفوتبول بيت مين هاي شو هذا البيت لك هوني بتراهن على الألعاب ألعاب فوتبول لعبة قمار يا دبيد لك مش قمار تسلية هذه مثل اليانصيب مثل أي شيء بتراهن على فرق فوتبول قمار هذه يعني لك منا قمار بتحط هيك أنت مبلغ صغير ربحوا خسروا أخذوا جوال مين ببلش يسجل تسلية يعني ماش أكتر تلعب بلعب لك بلعب لي لعب لي شوي بشرفك لك شو لعب لي شوي عم نلعب نحكي لك هون إيه إيه لعب لي هون آه بدأ مصاري هيدي على مصاري لك هون إيه بتحط أنت معك إيه. كريدت كارد إيه لا بس حافظ الرقم تبع بي عنده كريدت كارد بيلعب بيجيب أفلام بورنو عن الإنترنت شو عم تحكي إيه إيه طول الرقم لا إيه إذا عارف بي بتعمل لي مشكل ما رح يعرف بيك ما بيعرف هيد الرقم هيدي لعبة قمار يا دبي لك منا قمار عم قلك تسلية هلا بتشوف طيب يلا أيد عندك طيب 5 4 3 1 واحد واحد 0 4 3 9 2 5 5 4 4 أوكي إيه يلا هلا قد إيه بلعب لك؟ لعب لي قد ما بدك لك رح حاجة تركز عليها الكلمة قد إيه بنلعب لك هون؟ 20 دولار قديش؟ 20 دولار إيه 20 دولار حط هيدي 250 دولار لا إذا عرفت بتعمل خلص لعبت لك فريقين قوية كثير مين لعب الفريقين؟ لعبت لك مانشستر يونايتد إيه هن وويست هام شو لعب العاب فوتبول هي لعبت لك ليفربول ايه بيلعبوا هلا بيربحوا طول بالك يعني باسكت ولا لك فوتبول طيب يلا لعب لي لعب لي قد ما بدك لك حاشو اللي لعب لي بقى طيب يلا يلا مشيها مشيها عادل سمعة جيبي بابي هي هذا لحظه هذا بيك
لا ما انه ما بيشبهك بالمره. معقول هاي البلد عم تلعب قمار يا جابي؟ كيف عرفت بابي؟ كيف عرفت؟ سرق لي الكارت تبعيتي وعم تلعب فيها قمار يا جابي؟ وهلا مت عندي هون الترانزاكشن على التليفون؟ قصدي هو يا من المحروش عملت لي مشكل يا حين. نعم؟ لحظة سمعان، أنا ابنك اللي من راس سنة مش حاكي معه، هلا ما في تعاطي بيني وبينه، ما عم نحكي مع بعض، ما خصني أنا. شوف يا جابي، أنت روح على البيت سبقني هلا حسابك بعدين، أنا حسابي هلا مع هيدل منزوع هيدل. نعم؟ أنا شو خصني يا سمعان؟ تعرف شو عملت يا هيدل؟ لك ما عملت لك شيء؟ عملت لي مشكل يا هيدل. أعطيني دينتك لهون يا هيدل. يا خيي شو خصني؟ أعطيني دينتك لهون. برضه صرت قايل لك يا هيدل، ما بعد إياك تزعل يا جابي. شو ما بتفهم؟ اخ العمى الله لا يوفقك انت وبيك. شو بك؟